صافا سامحني كان جيت في وقت مش وقتي مش باليش بيك في الدار دار دارك طيبت حاجه عم اسماعيل يرحمه كان يسري يحب ما قلت قلت نجيب لك ذوق منها الله يرحمه هديك صح عايشك هاني باش نحط لك كلشي من بعدها بيجي نكرو مع بعض ماهي يوسف تحب ناكلو هوني ولا في الكوجينة شبيك يوسف أما يوسف شوية مشاكل في الخدمة ما عنده غاف جاسبير منعرفش خليك على راحتك خيرة بالعكس أنا اللي استدعيتك فيكم شي توها انت هبت عايش كيوسف تفضل حضرة كيوسف اسماعيل السادة اي نعم عندك صداع من معكم بخصوص شنو؟ انتي مورد في التستر على المتهم الاول بالقضية 460 مع كل احترامتي ليك يا سي نبيل اما اللي قاعد يصير ماهوش معقول هكذا انا مش ورطه يوسف يوسف فرط روحه يا مهر نبهته اكثر من مره حكايه خرجت من يدي بعد ما خلى الطفله تلعب له بعقله وتهرب النيابه العموميه عرفت اللي الطفله دفعت له مصاريف بوف في السبيطار كانوا مراقبين خروجهم مع بعضهم بطبيعة باش يستنتجوا اللي هو شريكها في جريمة. يا ماذا كل كان يعمل فيه استراتيجية باش ياخذنا عنده المعلومات وباش يعاوننا في التحقيق مش أكثر. خي هذاك فوق واحد يخدم ضميره. أنت واعي بحساسية الموضوع. اللي فوق منا مركزين معانا والصحافة تستنى لنا فيها غلطة. قضية راية عامة. يا أخي قررتوا تضحيوا بيوسف. احنا عمرنا ما ضحيوا برجالنا. يوسف ماهوش موقف على ذم التحقيق باش يتعدى قدام المحكمة في حال التقديم. يدلي بأقواله قدام النيابة. كان ما عندوش يد في الحكاية تو سايبوه ما عندوش يد في الحكاية يا أخي انت شك فيه يوسف